بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وبعد. اليوم 26 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 للهجرة، تقيم جمعية الدعوة للإرشاد التوعية الجالية محافظة بوقيق مشروع إفطار صائم الدعوي تحت شعار نفطرهم وندعوهم. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجر الداعين والباذلين والقائمين على هذا البرنامج المبارك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.